تهاون بمصلحه تصفيه الدم بافلو ولايه الاغواط اودى بحياه مريض حسب اهل الضحيه الذين اكدوا ان والدهم اصيب بوعكه صحيه نقلوه للمستشفى بافلو وتم اجراء فحوصات طبيه له وجدوا ان حالته تستدعي اخذه لمصلحه تصفيه الدم بنفسه للمدينه وبقي مرميا امام مدخل المصلحه بسياره الاسعاف لمده 3 ساعات حتى لفظ انفاسه الاخيره حسبهم. وردينا السبيطار قال له تصفيه الدم. كي دخلنا تصفيه الدم نلقاو سوى العساس. رفداتو لومبيلونس طريقة قانونية من السبيطار الكبير للسبيطار تاع تصفية الدم. كي لحقنا السبيطار ما لقينا لا فرملي لا طبيب لا المدير تاع المؤسسة. 3 سوايع وحنا السيد في لومبيلونس في حالة يرثى له. يا جماعة ما عندكمش رحمة. هذا راه أب الجميع. هذا السيد راه خدم على السلطان باه يموت مليح. والله اسمع ليا ما كانش اللي ساعدنا. السيد 3 سوايع وهو في لومبيلونس وعمره تخرج والله واحد ما بقاش يدخلوه. قلت لهم انا دخلوه غير الماشينه كيموت على الكرسي. احنا رانا متقبلين قضاء الله وقدر. ليضاف هذا التقرير الى سلسله تقارير تؤكد وجود حالات متفرقه من عدم مراعاه الواجب الاخلاقي والمهني والانساني. وفي رده مدير الصحه بولايه الاغواط يؤكد على معاقبه كل المقصرين بواجبهم المهني. الشيء اللي وقع امس ناسف له جدا. الشيء اللي صار يتم من ورائه تحقيق وانا في اليوم في بلديه افلو من اجل اجراء تحقيق وتحقيق معمق ومدقق وسناخذ الاجراءات العقابية الصارمة على كل من أخلى بمهنته وعلى كل من كانت له يد في تقصير اللي أدت إلى وفاة هذا السيد المرحوم. ومرة ثانية أقدم باسم السيد والي ولاية تعازية وباسم السيد وزير الصحة تعازية إلى عائلة الفقيد. هذه القضية تحتم على المسؤولين أن يأخذوا قرارا حاسما ورادعا كي لا تتكرر مثل هذه الحالة، فتكرارها يعني المزيد من الضحايا.